ازيكم حبايبي؟ هنعمل النهارده وصفه لذيذه هتعجبكم جدا، وهي سندوتشات سريعه كده، تنفع فطار وتنفع للعشاء، جميله جدا ومش بتاخد وقت وكمان مش بتاخد مجهود. وعايزه اقول لكم ان انتم ممكن تحشوها اي حشوه انتم تحبوها، تنفع في الفطار وتنفع كمان في العشاء، واللذيذة وعلى طاسة او اي جريل عندك، وهتكون جاهزة والولادة يحبوها جدا. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. وكمان عايزاكم تزوروا الصفحة بتاعتي كوكينج ويز هايدي، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتتابعوا الصفحة. يلا نشوف الطريقة مع بعض. ألذ سندوتشات بقى سريعة، مش هتاخد منك وقت وطعمها خطير، وهتعمليها بأي حشوة انت حباها. انا عملتها هنا بالجبنة، عايزة اقول لكم ان هي طعمها خطير، وبثلاث كوبايات ونص من الدقيق بس، وعملنا 10 سندوتشات، ممكن في الفطار، ممكن في العشاء، ممكن للولاد في المدرسة. يلا نشوف الطريقة مع بعض، وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. عندي هنا نص كوباية من اللبن، حطيت معلقة من السكر، معلقة من الخميرة الفورية، واللبن يكون دافي، وهقلبهم شوية لغاية ما الخميرة عندي تبتدي تتفعل. هحط 3 كوبايات ونص من الدقيق، ورشة من الملح، و3 معالق من اي مادة دهنية، زيت او زبدة او سمنة. عندي هنا الخميرة جهزت، هبتدي اقلبها مع الدقيق. بعد كده هجهز عندي نص كوباية اللبن التانية، هحط عليها معلقة من الخل، ودي بتدي هشاشة جدا للفطاير وبتخلي طعمها جميل، بدل ممكن اللبن الرايب او الزبادي، فدي ممكن يعني الفكرة بتاعتها. بعد كده بقلبها عندي، وببتدي اعجن بمية تكون دافية او فترة. هبتدي اعجن بايديا كويس جدا، المعلقة برضو مش هتنفع هنا، هبتدي اعجن علشان يبتدي العرق بتاعها يتكون، عرق العجينة، وتكون عندي الفطاير قطنية وبتبقى بتزبط مع العجن كده. وبعد كده بقى بضيف عندي هنا معلقة من القشطة، ودي حاجة يعني اختيارية، لو مفيش مش مشكلة، انا حبيت بس كان عندي شوية قشطة من اللبن فحطيتها، وتدي طعم لذيذ للفطاير. بعد كده بقى هسيبها ترتاح شوية، حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، يعني مش هسيبها تتخمر قوي، يعني مش محتاجة انها تتخمر. هبتدي اسيبها شوية كده على بال ما اجهز بقى عندي الحشوة، عبارة عن جبنة دبل وجبنة رومي وجبنة موتزاريلا. لو عندك اي جبن ممكن تحطيها على بعض، ممكن جبن قريش، بس طبعا الجبنة الموتزاريلا ملهاش طعم، فحبيت احط الجبنة الدبل بتديها طعم. بديت اقسم عندي هنا العجينة ل10 اجزاء، قسمتها الاول ل8، وحسيت ان هي هتبقى كبيرة، انا مش عايزة سمك العجين الفطاير تكون تخينة قوي، فعملتها على 10 قطع. زي ما انتم شايفين ببتدي الفها كده وبسيبها ترتاح، هعمل كل الكمية وهسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح، عشان وانا بفردها تتفرد معايا بكل سهولة. ببتدي بقى ادهن عندي هنا السطح اللي هشتغل عليه بشوية من الزيت، وببتدي افرد طبعا عشان ما تلزقش بس، وابتدي افرد سمك يكون متوسط او رفيع زي السمك اللي احنا بنعمله مع العيش، سمك العيش بالظبط زي ما انتم شايفين كده، مش عايزه الفطار تكون كبيره قوي يعني. وببتدي احط معلقه او معلقتين من الجبن اللي انا جهزتها، وطبعا انا قلت الحشوه ممكن تعملوا اي حشوات انتم عايزينها، وببتدي اضغط عليها كده. عايزه اوريكم برضو بعملها ازاي، ببتدي اقفلها بالطريقه دي زي الفيديو كده بالظبط، وبضغط عليها من النص كده علشان ما تبقاش سميكه قوي وتستوي كويس من الجنبين، وتكون برضو مستويه من جوه. ببتدي افرد تاني واحده، وهعمل بقى كل الكميه. ببتدي بقى عندي هنا اجهز عندي صينية او اي حاجة، طاسة او طاسة جريل، وحطها على العين، النار تكون متوسطة علشان ما تتلدعش مني. انا حطيت الاول 4 وسويتهم مرة واحدة، بس طريقة 2 اسهل، يعني ممكن نحط 2 2
هيكون اسهل واسرع، وعندكم احلى فطاير جميلة جدا ومش بتاخد وقت. وطبعا لو النار هتكون عالية ممكن نحط تحتيها شياطة علشان برضو ما تتلدعش مني، بتاخد هنا 3 دقايق والناحية التانية 3 دقايق ويكون عندي جاهزة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك.